إذا قيل لك هل الجن أقوياء؟ فقل هم ضعفاء إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه، فهم لا يملكون نفعا ولا يدفعون ضرا. فإذا قيل لك أهم يعلمون شيئا من الغيب؟ فقل من اعتقد أن أي أحد يعلم الغيب سوى الله من هذه المخلوقات من جن ونحوها فهو كافر بالله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك لما كانوا يشتغلون عند سليمان وهم مسخرون له لم يعلموا بموته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.